السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة حاج إكسبريس. نتمنى لكم تكونوا في أحسن حال. واشر مبروكة، ما يدخلوا علينا هذا رمضان بالصحة والعافية. المهم عندنا منتوج جديد كما كتشوفونا، عبارة عن حذاء. المهم افتحوها واكتشفوها جميعا. إذن هذا هو الحذاء كما كتشوفوا، هذا هو الستيل ديالو، كاليتي مزيانة يعني مقبولة، ماشي شي كاليتي اللي نعسة بالمقارنة مع الثمن. وهاد الحذاء يعني فحال نقولو كوبي د اير جوردان 4، باقي ما قايستاش يعني خصني نتاكد يعني من الطايه، واش الطايه يعني عندهم هي هذيك ولا كيجيبوها ناقصه ولا زايده، حيت هذا هو المشكل اللي كيطيحوا فيه بزاف الناس اللي كيشريو شي حذاء من الانترنيت. الاغلبيه كيجيو كيقولوا يعني الطايه ناقصه ولا زايده، ماشي نفس الطايه اللي كيطلبوها. هنا لومبارش كما كتشوفوا ناقص عندهم شويه، عليا كتعوج فحال هذا الصبر ديما، هو ماشي مشكل يعني ماشي شي مشكل يعني كتعاد غير كتعوض يعني. وهادي الصبر ديما كما كتشوفوا، اللي عجباتو ما عليه الا ينزل صندوق الوصف عنق تما اللي عند ديال البائع يعني عنده الطايات كاملين. ونضرب معكم موعد ان شاء الله في الفيديو القادم.